أطفال في عمر الزهور، عادت البسمة إلى وجوههم بعد سنوات من الألم والقلق تبددت على أيدي جراحين ماهرين بمركز الدكتور العالمي مجدي يعقوب للقلب بأسوان. المركز تحول إلى ملاذ أخير لكل مرضى القلب من الأطفال وذويهم. حالة كان عندها ثقب في القلب، والثقب جاب لها تضخم في القلب وارتجاع، كان عندها ارتجاع في الشريان كمان. الحمد لله ده كله خلاص. في دكتور صاحب شادي جوزي قال له بقى ما تروح، طب تسافر المجد يعقوب، لو شاف الحالة بتاعتها كويسة أو هي مقبولة عندهم إن هم يقبلوها على طول هيعملوا العملية. طبعا سافرنا جاي ورحنا على طول على أسوان، دكتور مجدي شافها فقال لها تعمل عملية. الحمد لله بعد العملية بقدر أرقص باليه وبلعب سباحة وهلعب كاراتيه. احنا عارفين ان الدكتور مجدي ومركز قلب، فكنا في الاول مخضوضين وخايفين على هنا وكده، بس هما بصراحة ريحونا، قالوا تعتبر الثقب في القلب ده يعتبر اسهل عملية موجودة، مجرد ثقب، فالحمد لله طمنونا وعملت العملية. هؤلاء قليل من كثير بين أطفال مرضى القلب الذين تم علاجهم داخل المركز بالمجان ودون أي مقابل مادي رغم الكلفة العالية لجراحات القلب، وبهذا يسطر المركز قصة نجاح على أرض مصر. الحمد لله علي النهارده يعني هتشوفه قاعد معانا غير علي اللي عمل الجراحة خالص، لقيت فعلا رعاية، لقيت ترحاب من الناس، أكني في بيتي، أكني داخل مستشفى كبيرة 5 نجوم، وأنا بمنتهى الأمانة يعني الناس بدون أي مقابل عملت الجراحة معانا. حابب المشاهير وإن شاء الله هبقى زي الدكتور مجدي يعقوب. أنا والله كان هين عليا وهي بعد ما عملت العملية إن أنا أبوس تراب المستشفى. أنا بعد العملية مصاحبة الدكاترة اللي هناك وبكلمهم على النت. دور رائد يقوم به مركز الجراح العالمي مجدي يعقوب للقلب بأسوان، مما يتطلب مساندة من المجتمع ومؤسساته ليظل علامة مضيئة تشفي قلوب أطفالنا. هشام الرباط، هنا العاصمة. يمكن ما فيش كلام كتير الواحد يقدر يقوله على هؤلاء الأطفال. أي أم بتحس إن ممكن ابنها أو بنتها يتعرضوا للمرض وبعدين يخفوا، ده أجمل إحساس في الدنيا، لحظة أمل إنك تشوف زي دول كتير، وتشوف صهيبة في الإعلان اللي هي بتقول، اللي هي كانت في إعلان سابق بتقول أنا عايزة أعيش، وبعدين في إعلان آخر تقول أنا خفيت. الأمل ده بيخلينا برضو نفكر إن إحنا علينا دور، وإن إحنا كلنا علينا دور كبير جدا ان احنا ندعم هذا المستشفى. انا رحت المستشفى وقابلت الدكتور مجدي يعقوب طبعا كتير، وكل الدكاتره من الشباب الحقيقي بيبذلوا مجهود كبير جدا من اجل هؤلاء الاطفال. امل ما تتخيلوش قد ايه بقعه امل في اسوان موجوده من اجل كل اطفال مصر اللي مصابين بامراض في القلب. الأستاذة أنيسة حسونة مدير التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب في أسوان، ازيك يا أنيسة؟ الحمد لله تمام. ما بقدرش أمسك نفسي كل ما أشوف أنا كمان الأطفال أنا كمان يعني بصي، يعني فعلا الواحد، أنت جيتي وشفتي الواحد وهو بيتكلم هنا حاجة، لكن لما بتروحي وتشوفي طبعا فرحة الناس خارجة بطفل بعد كذا يوم سليم، ما فيش حاجة مرضية للمجهود اللي بيبذل أكتر من كده. ما فيش حاجة أهم من الصحة، ما فيش حاجه في الدنيا، ما فيش حاجه تستمتعي بيها الحياه بدون صحه. ممكن يبقى عندك ملايين لكن لو مريضه صعب. فاحساس جميل ان الواحد يقدر يساعد في ان اطفال زي دول يعني يبقى لهم مستقبل ان شاء الله باذن الله طبعا. يعني فانا بالاول عايزه اشكرك بجد على الحلقه دي جدا، يعني بجد، وسمعت الضيوف الاساتذه الدكاتره في الفقره اللي قبل كده. يعني النقطه دلوقتي ان احنا كلنا محتاجين نتكاتف، يعني حتى معهد القلب مفروض ان هو حكومي وتدعمه الحكومه، لكن كلنا عارفين الظروف دلوقتي وعارفين ان الاعباء كتيره جدا، لكن انت عندك يعني عندك مصدر ثري جدا للدعم وهو المصريين نفسهم. صحيح. المصريين نفسهم، يعني احنا بنقول احنا كمركز احنا مش عايزين فلوس من الحكومه، احنا الناس بتدعمنا. انتوا مركز قائم اساسا على التبرعات، على التبرعات. الحكومه ملهاش اي علاقه بينا في دعمنا ماديا، بالعكس احنا في حالات بتتحول من
من الحكومة حالات يعني معقدة احنا برضو بنعملها. فاحنا بنقول عن خبرة وعن تجربة في الأربع سنين اللي فاتوا دول اللي هو كان فيهم فترات صعبة جدا من الاستقرار عامة الاقتصادي والسياسي، لكن الناس لم تتوقف أبدا. عشان كده أنا بقول أن الظهير الأساسي لأي حد فينا، وأنا عشان كده بشكرك وبشكر القناة وبشكر البرنامج على أنه بيعمل كده. الناس كل المشروعات الخيرية دي أو اللي بتقدم علاج كلها محتاجة للدعم ده. فيعني بجد بالعكس دي حلقة يعني مثيرة للمشاعر الطيبة وتدعو الناس. احنا داخلين كمان على رمضان طبعا. يعني كل واحد انا طبعا يعني اتمنى ان كل الناس تتبرع للمؤسسة لان احنا يعني عندنا تكاليف برضو جامدة، لكن برضو كل واحد واحساسه. عارفة الصدقة دي او الزكاة او اي فلوس بتتبرعي بيها لازم تكوني مصدقة في الرسالة ومقتنعة بيها. فاكيد كل واحد في 90 مليون له ولو حاجة بسيطة ممكن يعملها لاي حد. فانا بالعكس انا بشجع كل الناس تبرع هنا او هنا او طبعًا هنا في النهايه. طبعا ما هي في النهايه كلها هتنعكس ايه. هو واحنا بنجمع الفلوس او بنطلب الناس التبرعات ليه؟ عشان انت عايزه الافراد المصريين تبقى في الاخر صحتهم كويسه فيقدروا يشتغلوا فيقدروا ينتجوا. فهو تبرع للقلب او تبرع لاي مرض اخر كلها بتصب في النهايه في صحه المصريين. يعني انا هستفيد ايه لو الناس اتعالجت من القلب؟ عشان دي الحمد لله سهله الاجراء التصحيحي، لكن مثلا فضل ناس مرضى في امراض تانية ما بيخفوش. انا ايه اللي يفيدني في كده؟ بالعكس انا يفيدني ان الناس تتبرع للي تختاروا، يعني مع طبعا تحيزي برضو للمركز بعد الكلمتين الكويسين. انتوا كمان عندكم ويتنج ليست عليها؟ عندنا ويتنج ليست. ده نتيجه ايه؟ ان العدد الاسره قليل ولا نتيجه انه الدكاتره عددهم يعني نتيجه إيه؟ لا نتيجه حاجه تانية خالص. يعني احنا في الاربع سنين احنا بقالنا احنا لسه هنتم السنه الخامسه، في السنوات دي احنا ضاعفنا الطاقه الاستيعابيه مرتين. في اربع سنين. السنه اللي فاتت لما جيتي افتح المركز كان بقالنا اربع سنين، في اربع سنين ضاعفنا طاقتنا الاستيعابيه. زي ما شفتي كان في مبنى بقوا اتنين. صحيح. بقى في مبنى للعيادات الخارجيه. السنه دي احنا عندنا طموح اكتر وبنبني مبنى للابحاث كمان. فاحنا مستمرين، لكن العدد ليه؟ اولا كل الناس عايزه مجدي يعقوب بيحط ايده، يعني عارفه ازاي؟ لان انت هو بس مش يعني بيلمس الناس بالعلاج، هو انت شفتي شخصيته بالظبط بالظبط يعني. عارفه بتحسي باطمئنان. وهو بالعكس احنا كمان زودنا السنه اللي فاتت بس 35% زياده في عدد الجراحين. وعندنا عدد السراير اللي موجوده بالنسبه للمستشفى متخصص في مرض معين وفقا للنسب العالميه، لا عدد السراير كويس. بس احنا نفسنا ما فيش مريض يتأخر، فده طبعا بيحتاج مباني تانية ومصاريف تانية ومعدات تانية. بس احنا مستمرين في السكة دي. يعني بس في حاجة كمان الدكتور مجدي دايما يتكلم عليها ومجلس الأمناء، ان انتي مش مجرد بتبني مركز عشان يعالج الناس يا لميس، انتي بتبني مؤسسة لها قواعد حوكمة زي اي حاجة فيها طريق لتقدم الأطباء لطواقم التمريض. وزي ما انت عارفة احنا المؤسسة هي اللي تبعها المشروع. المركز في أسوان احنا عندنا الموظفين اللي في المؤسسه بي انا كمان 6-7 موظفين مركزين، ال 300 موظف الطاقه يعني القوى العامله بتاعه المركز القوى الضربه في اسوان، الدكاتره والباحثين والتمريض والحاجات دي كلها. فاحنا يعني هو ده املنا، ان ده يبقى زي ما احنا بنقول مركز للامتياز على ارض مصر، يعني يدي صورة إيجابية وأمل في أن احنا قادرين على أن احنا نعمل المستوى ده. قادرين المصريين قادرين يعملوا كده. وإحنا في الوقت ده أنا برضو أعتقد من أسباب التبرع أن الناس بتدور على حاجة تثق فيها. صحيح. لأن المصريين بيحبوا يدعموا. والله تجربتي الأربع سنين دول أول مرة في مشروع خيري، المصريين بيحبوا يدعموا بس يثقوا في الرسالة ويثقوا يشوفوا أنت خدتي الفلوس حصل بيها إيه. هل بتاخدوا تبرعات من داخل مصر وخارج مصر؟ لغاية دلوقتي كل اللي دعمنا، وإحنا يعني مهما نشكر بجد والله زي كلمة الدكتور مجدي يعقوب، ده مش مشروع مجدي يعقوب، ده مشروع الشعب المصري. لغاية دلوقتي كل الفلوس من داخل مصر من المواطنين اللي زينا. يعني انت لو تفتكري كل الفلوس من داخل كل الفلوس للعلاج والمعدات وكل اللي بنعمله وكل التطور اللي عملناه ده
كلها من المصريين، لان حتى مجتمع رجال الاعمال كان في سنه 2010 صح. اول ما ابتدت الثوره انا عذره الناس، كل واحد بيشوف اولوياته فين، لكن المصريين عارفه تقدموا الصفوف، المصريين اللي هم زينا كده بتوع كل يوم اللي مش في البيزنس ولا بتاع، وقرروا يدعمونا، واعتقد انهم قرروا يدعموا ايضا جميع المؤسسات الخيرية. لما بتدخل المركز عند مجدي يعقوب الحقيقه بتشعر انك يعني ربنا يشفي الناس كلها، لكن انا رحت مستشفيات كتيره بره، لكن الحقيقه انه بتشعر انك في افضل مستشفى في الخارج. يعني لا يعني ما حسيتش ان في فرق خالص ما بين مركز مجدي يعقوب ومثلا بين لندن كلينيك مثلا. أيوة. صح. الحاجات اللي انا روحتها او بين مثلا مستشفيات في باريس او في امريكا، لا بتشعر انك بنفس الدقه، نفس النظافه. صحيح. نفس الـ يعني كل حاجة، الشكل بلاش، ألوان الحيطان. فاكرة أنا لما كنا بنتفرج على إن في كل أوضة فيها لون وكل جناح لون عشان الأطفال، عشان الأطفال في مكان للعب الولاد وللولاد يلعبوا، بتشعر إنك في مكان حقيقي يعني على مستوى راقي ومستوى دولي. بصي، هي فكرة مجدي يعقوب قالها لنا من أول يوم، قال مش معنى إن الناس تتعالج مجانا إن يبقى فيه تقصير، ومش أحدث معدات ومش أحدث ديزاين تصميم مش أحسن. فإحنا يعني في صرامة في الإدارة هناك يعني الحقيقة، يعني دي جزء من إن أنت عندك القواعد صارمة، عارفة محدش بياخد مليم من حد، محدش بيقبل بقشيش من حد، يعني عندنا حاجات كده عشان تبقي مركز الامتياز لازم تبقي عاملاها. فإحنا سعدة إن إحنا قادرين نعمل كده، وسعدة إن إحنا الكلام اللي قلناه للناس وبنعمل عنه يعني تقرير بنقول لهم كل سنة إحنا عملنا إيه بفلوسهم، سعدة إنهم شايفين إن هم عرفوا يعملوا حاجة، مش إحنا اللي عملناها، إحنا مجرد بننفذ، لكن من غير دعمهم من غير الفلوس دي ما كناش قدرنا نعمل كده. أنا سعيدة كمان إن الدكاترة اللي أنا شفتهم قبل يعني في رحلاتي للمركز كلهم دكاترة مصريين من الشباب. طبعا طبعا. بصي، إحنا النهاردة كان مفروض زي ما إحنا كنا متفقين إن هيجي الدكتور مجدي، أو حتى لو الدكتور مجدي مش موجود الفريق الطبي، لكن من حسن حظ المرضى طبعا إن الدكتور مجدي في أسوان. لا، وإحنا يهمنا الدكتور يبقى في أسوان، فهو أكثر. يعني بيعتذر، قال لا يعني انت قولي كده بدالي يعني. فهو والدكاتره عندهم جدول عمليات ما ينفعش يحصل فيه اي يعني ماشي بالثانيه او بالدقيقه، لكن فعلا زي ما انت بتقولي الطاقم الشباب اللي اختاروا الدكتور مجدي يعقوب بنفسه في انترفيوز يعني موضوعيه، لان هو ما يعرفش حد في مصر فما يفرقش معاه، هو عايز الكواليتي. الحقيقه احنا فخورين جدا جدا جدا، وعلى راسنا طبعا الدكتور مجدي يعقوب والمجلس مجلس الامناء بمستوى الاطباء المصريين الموهوبين، اللي لما زمايل الدكتور مجدي بيجوا اللي اساميهم مكتوبه في التكست بوكس برضو معاه بيعبروا عن اعجابهم وانبهارهم. دي ناس بتطلع ابحاث في مجلات علميه عالميه دلوقتي يا لميس، يعني الدكاتره الشباب دول. ولا بس عشان نقول صح كمان، التمريض احنا عندنا طاقم يعني تمريض، شوفي شكاوى شكاوانا من التمريض في كل مكان، لكن لما التمريض بيكون في سيستم الحقيقه ما فيش احن ولا ادق من الممرض او ممرضه مصريه. بصي، الحقيقه طاقم التمريض اللي عندنا حاجه مشرفه. وبعدين سافروا برضو، في ناس تبرعت ان احنا نطلعهم سكولرشيبس او بعثات تدريبيه قصيره في امبيريال كوليدج عشان يتدربوا على الانتنسيف كير، غير ان في انستراكتورز يعني معلمات للاشراف بريطانيات اثنين على مدار الساعه في المركز، علشان لا الممرضات اللي عندنا احنا بس مش عايزين نقر عليهم يعني الدكاتره والممرضات بالظبط بالظبط، لكن لا احنا يعني هو بصي الدكتور مجدي له الهام يعني يطفي عليكي الحماسه طبعا. يعني تقولي واحد شخصية عظيمة زي دي متواضعة وتعمل، هو الوحيد بصي هو الوحيد اللي في المؤسسة دي كلها بيعمل بدون أجر طبعا خالص 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 خالص. بتاخدوا كم حالة يا أنيسة؟ احنا السنة اللي فاتت دي 2013 الأرقام، احنا عاملين حوالي 800 عملية قلب مفتوح، غير حوالي 1300 عملية قسطرة تشخيصية وعلاجية، والسنة دي احنا حاطين تارجت أزيد من كده، وفي الربع الأول كان لسه بيعرض على مجلس الأمناء، في الربع الأول تعدينا المستهدف وزدنا 50% عن اللي اتعمل في نفس الفترة السنة اللي فاتت. عشان كده بقول لك
في نظام صارم لمقارنه. انت كنت بتتكلمي على بتعملي ايه بالفلوس وايه الاستخدام الرشيد، ان الجنيه مفروض يكون مقابله عمل ايه، بتعملوا ايه بالفلوس، او يعني بتتلقوا اولا تبرعات قد ايه، ميزانيتكم قد ايه وبتعملوا بيها؟ بصي احنا طبعا زي ما الدكاتره كانوا بيقولوا لك، بس احنا اكتر بقى، احنا مؤسسه اهليه، فاحنا تحت رقابه صارمه مباشره من وزاره التضامن الاجتماعي. فحتى حساباتنا، حسابات كل الفلوس اللي الناس بتروح تدفعها دي بتدفعها في حساب التبرعات اسمه كده. فانت لما تخلصي ترخيص جمع المال لمده سنه تروحي توري شغلك لوزاره التضامن وتقولي له هو مختومه من البنوك، ثم تختم وزاره التضامن ثم هي تراجع عليكي طب بتعملي ايه بقى بالفلوس دي بالظبط. يعني وانا معاهم في كده جدا بصراحه، لان دي مش فلوسي ولا فلوس الدكتور مجدي ولا فلوس اي حد، دي فلوس الناس اللي دفعتها لغرض معين. فاحنا الفلوس بتدخل كده، الفلوس اساسا مخصصه للعلاج والمعدات الطبيه، دي ما عندناش حاجه تانية، يعني هي مخصصه لكده. وحتى لما يجي حد مثلا عايز يتبرع بزكاه مال او صدقه جاريه، فاحنا عندنا حسابات لكده وحسابات لكده طبعا. وبعدين يعني عندكم تبرعات في جزء منها لزكاه مال وجزء منها صدقه طبعًا جاريه؟ ليه؟ لان خصوصا في رمضان احنا استشرنا اول ما ابتدينا كان فضيله المفتي السابق فضلت الدكتور علي جمعة هو المفتي، فأنا رحت وخدت منه التفاصيل ما يجب أن يصنف كده. وهو طبعا يعني ألقى بقى علينا بعبل ثقيل، قال لي بصي الناس هتديك الفلوس بنية معينة، هم مش هيحاسبوا في الاخر ولا حد، انت اللي هتحاسبي. طب ايه الفرق ان انا اديكي الفلوس فانا عندي نيتي مثلا انها زكاه مال او انها صدقه جاريه؟ بصي الصدقه الجاريه الحاجات طويله الامد، يعني يعني انت تستخدميها انت... بستخدمها في صدقه، بستخدمها مثلا في معده عمرها طويل، وبين لما تيجي تتجدد لازم ارجع لك اقول لك تحبي الابجريدنج او التطوير بتاعها تدفعيه ولا نعمل حاجه. المعدات اللي زي الاسره، لان الحاجات كلها حديثه، اللي زي المعدات الطبيه، زي ان انت ترعي غرفه بتعمل فيها قسطره، زي مثلا في مؤسسات كبرى دي الصدقه الجاريه، او زكاه المال بتيجي زكاه المال بقى في العلاج اللي بيستخدم، في العمليات اللي بتستخدم. يعني الصدقه الجاريه فيها فتره زمنيه طويله، واخده بالك؟ يعني في ناس بتيجي تقول انا والدي مثلا توفى رحمه الله او والدتي وعايز صدقه جاريه، فبتبقى ليه الناس بتحط اسمها؟ عشان الناس بتترحم، يعني اكتب مهداه من يعني واخده. فاحنا بنحاول يعني اقصى الجهد وبنستشير طول الوقت، احنا عايزين نبقى ماشيين صح، عايزين نبقى عند حسن ظن الناس فينا، علشان انت عارفه في الحاجات دي لو هتفقدي الثقه في مصداقيتك او في رسالتك، هي العلاقة بيننا وبين شركائنا اللي هم الشعب المصري قائمة على الثقة، ده مشروعهم. طبعا يعني نذكر سيدنا رسول الله في يعني الحديث اللي دايما بنذكره في هذا الوقت، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فيعني الصدقة الجارية دي دايما دي بنطلعها على أهالينا، بنطلعها على أي حد توفى قريب لينا، دايما يعني تبقى موجودة لي يعني ثواب من عند ربنا. نخرج فاصل وبعد الفاصل نواصل هذا الحوار عن الأمل في مركز مجدي عوام.